صدمة مباغتة وصفعة على الوجه وحدث يفاجئ العالم. شاهد أخطر توقعات نوستراداموس العرب ميشيل حايك. أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من حلقات توقعات نوستراداموس العرب ميشيل حايك وأخطر توقعاته للدول العربية والتوقعات العالمية الخطيرة. بفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وما تنساش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. بتوقع ميشيل حايك أن الأعلام الجزائرية ما بترفرف على مدى كام يوم، كمان بيتوقع خرق خطير بيفرض وبيضرب طوق أمني بأمر قيادي، أيضا صخب إعلامي سببه ومصدره اسم الشاب خالد، الدبلوماسية مهددة على أرض الجزائر، راح تكون الجزائر عازلة بمطرح عن تحسين كل الحدود. كمان بيتوقع أن العين الحاسدة بتصيب رئيسة وزراء تونس وبعض وزيرتها. كمان بيتوقع أن الرئيس التونسي بين قراراته قرار بيخصه شخصيا سيسقط على رأس الجميع مثل الصاعقة. كمان بيتأرجح الرئيس التونسي بين عارضين، عارض صحي وعارض أمني. وزيرة العدل التونسية بتواجه بشراسة وما بتخشى خطر وبتقلب الطاولة وملفاتها على رؤوس الجميع. بتتصدر شخصية عسكرية قيادية المشهد التونسي. الغنوشي فجأة بيفاجئ الجميع، وبالمقابل مفاجآت ضخمة بانتظاره. ثورة وثوار بيولعوا من جديد أحد شوارع تونس، وإعلان تونس بلد للحرية والفن والجمال. بتحول البرلمان التونسي ومحيطه لساحة مواجهة وموقع إجرامي. هيدفع الغنوشي ثمن غالي جدا بسبب خطواته وقراراته. حداد بيصيب الإعلام التونسي بجرح بليغ. مناصب عسكرية أمنية تسند للمرأة التونسية. علامتين استفهام حول طيارة ومطار تونسيين. تترافق الهزات الأرضية والطبيعية مع الهزات الأمنية والسياسية والاقتصادية. انتكاسة ترافق أحد خطابات الرئيس التونسي. هتتطور الفنون التونسية للعالمية، وسوف تتصدر المرأة التونسية الوجهة السياسية والاجتماعية، والانتخابات البلدية المقبلة ستحدث تغييرات مفاجئة بأداء السياسيين وفي الأداء السياسي وبالأداء السياسي، وفي المستقبل سوف تتعافى تونس ماليا واقتصاديا بعد انهيار. كمان بتوقع ميشيل حايك خطوات تغييرية مكثفة وجريئة بيقوم بها ملك المغرب محمد السادس، وما بيعمل للخطر حساب لأن هدفه أكبر من الخطر. السوق العقارية والحركة العمرانية إلى ازدهار. بتوضع الاستخبارات وبتحط إيديها على مخطط خطير بيهدف لتدمير تركيبة الحكم المغربي. إنتاج سينمائي مغربي بيرسم رسم التكريم فوق السجاد الأحمر. الجمال المغربي بيتكلل بالغار. رغم العاصفة بين الجزائر والمغرب راح نشوف بداية نسج خيوط بيضاء بين البلدين. موجة حزن بتقفش على شط مغربي. إصابة بجسم القضاء المغربي. ضجيج إثر إصابة وجه معروف وصاحب شهرة على أرض المغرب. ازدياد ظاهرة اللجوء للمغرب لأهداف مختلفة من قبل أسماء وشخصيات كبيرة. أمر طارق بيستدعي استبعاد الملك عن مكتبه لفترة. بتحصد الرياضة المغربية جوائز كتيرة وبتحفر اسمها وبيتحفر اسمها في سجلات التفوق العالمية. بتتحدى السياسة المغربية إرهاب كورونا وإرهاب المنظمات وأضرار ضخمة بوسيلة إعلامية وما يرتبط بها، وعالم الأزياء والموضة بالمغرب راح يحتل الصدارة. الرمال المتحركة بمراكش وكازابلانكا. حركة سودانية بتروح بين الانتفاضة والتمرد، ومن قلب مشاكل السودان بتقود السودان مصالحات وازنة. انطلاقة ورشة الإنماء والإعمار السودانية، والسودان ومن قلب المشاكل هتشوفها قبلة أنظار للسياحة العالمية المتجددة. بينطلق فصيل من الفصائل الفلسطينية بعكس السير وبيسبب ورطة لباقي الفصائل. عهد التميمي إلى الوجهة من جديد وارتدادات مقلقة على مواقف المطران عطلة حنة. غليان في كواليس السلطة وصفوف حماس. بركان تغييري بالجغرافيا والمعالم والقيادات. بتكسر سهى عرفات إطار الصورة الفلسطينية وقرار دولة متعلق بالمستوطنات اليهودية. سيحسم هذه المرة لصالح الفلسطينيين. رئيس محمود عباس بين المحاولة والخطر شوية على صحته. مبادرات جريئة وخطوات مستجدة بتلمع العلاقة بين فلسطين والإمارات من جديد. بعد اللي حصل واللي هيحصل، الحرس السوري الإيراني بيقول كلمته: أنا هنا لأرد الكيل كيلين.
إشارات مشحونة بتحوم حول مرقد آية الله الخميني، وبينشر عبد النهيان الخوف في مساحة واسعة وبيزيد مع حجم الخطر على مساره، فقدان السيطرة على معلم إيراني نووي. متابعة دقيقة للي هيحصل في أحد السجون الإيرانية، وقرار إيراني صادم لنيل من رؤوس معارضة للنظام أجانب عرب غرب شرق لن ينتظروا، وضربة من الخميني وعبيته بتشكل حدث كبير. الطيران الإيراني مرة بيطارد ومرة بيكون هو الطريدة. العالم زادة ومش نقطة على السطر، إيران مخروقة بقوة. المعارض الروسي هيسجل كم نقطة، وهالنقاط راح ترسم حوله دايرة جديدة من الخطر. بنرفع الغبار عن ملف الجاسوس الأمريكي سنودون اللاجئ لروسيا، انكشاف حلقة من مسلسل إرهابي ضخمة على الأراضي الروسية، سلاح الغدر موجه لبوتين، الهدف الجوي هويته روسيا. متابعين الأعزاء، بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة من أخطر توقعات ميشيل حايك. اتكلمنا فيها عن توقعاته للدول العربية وعدد من التوقعات العالمية. شكرا لحسن متابعتكم، ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة. هنستنى تعليقاتكم وأراءكم، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.